واحد السلام عليكم، ولا صباح الخير ولا مساء الخير ولا شوفوا الوحدة. كدايرين المشاهدين ديالك؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين اش تعاودوا؟ اموركم هانيه صحيحه؟ كنقولوا كنتمناو تشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير، وما خاصكم حتى شي خير، وهانين وبخير. كتشوفوني فرحانه ياكو. بديت كي كان بالكم المشاهدين، بديت شويه، بديت كنرجع خديجه اللي كانت ياكو، غير شويه ماشي بزاف، ولكن باقا مرجله. باقا كندير شغل تاع الرجاله، باقا مرجله بحال دابا. على ديك القضيه ديال داك الفيديو اللي لحقت قبل هذا، شفتوني كي درت مع الحمار اعزكم الله، وداك الشيء. وكاين الناس كيقولوا لي هذه زعما علاش كدير هكاك، علاش كتركب على الحمار؟ حتى بزاف تاب من عائلتي وداك الشيء ما راضيينش بيا ندير هكا. قلت لهم داك الشيء انا عندي عادي والله، تراضيه بيه والله، ماشي زعما دايره بزز مني ولا غير قله الشيء والفقر. ويعني علاش انا عندي عادي، انا شعبيه وعادية، وفي ما حطيتيني تلقايني، ماشي زعما نقول لا راه انا كنتشيك ولا نتفايش ولا نبدا نتكبر. وربي علاش غنتكبر؟ وانا كنظن محال غنتكبر، يجي شي نهار غنتكبر ولا غنتبدل ولا غنتشيك ولا كنظنش. ان شاء الله يا ربي تخليني في صباغتي يا سيدي ربي، هادشي اللي كنتمنى. المهم الحمد لله النفسيه ديالي بدات كترتاح، وبديت فرحانه، يعني قريب ولدي يخرج ان شاء الله، وكنتمناو خير. وخا يجو شي مشاكل دابا مابقاش كيهمني انا، غيخرج ولدي المشاكل اللي بغات تجي حنا كنتمناو يكون خير. ولكن الا شي حاجه مكتبه عليك الله ولا شي حاجه انت عارفاها تابعك تابعك، وقفي لها حسكه، ماشي مشكل. المشاكل اللي جاو حنا غادي حنا معاهم، اش غادي كاع يطرى في هاد الدنيا؟ راه عادي عادي، بنادم ما كتكون عنده المشاكل كيتخطاها كدوز، كلشي كيبقى عاد تعاويد. ماشي مشاكل ديالنا اصلا هادوك، ديال ولدي اخرى. ماشي مشاكل ديالنا اصلا هادوك، مشاكل ديالنا. عندي انا واحد مشراره ولا لا اله الا الله. لا تا يعني مهم ان شاء الله غيتفكوا على خير ان شاء الله. كنتمناو الخير، هادشي اللي كاين، وما معمرينش بهم راسنا. وانا انا كنتسنى غا ولدي متى يخرج، ها ولدي متى يخرج نفرحه ويفرحني. هادشي اللي كاين واللي با يكون يكون، والله ما بقى تنكدني شي حاجه، والله ما بقى تخلعني شي حاجه، ولا يعني كي كنقول ماشي تخلعني، تمرضني شي حاجه ولا تعصبني شي حاجه ولا تفقصني، صافي. حيت دازوا مشاكل كتار، دازوا في قيس كتار، يعني اش باقي مازال ما بقى حتى حاجه ما تقضي فيا مازال، صافي اللي عطى الله عطاه. هذا ما كان المشاهدين، كنتمنوا خير من القدام، ونبقى نفوج معاكم ونخرجوا كاملين ونضحكوا ونلعبوا وندير داكشي اللي بغيت، ونحقق احلامي ان شاء الله باذن الله، وداكشي اللي تمنيته يتحقق ليا وصافي. هذا الشيء اللي كاين يا، وخاصني نقلب على خدامه. ماشي وعلى مني غتمشي الطياره تجوجي، ومن غادي زكريا زكريا يتجوج. زكريا ما غيسكنش معانا، زكريا قال لك غادي يدير دارو بوحدو، باغي تيقهر والله الا مزيان هكاك حق الله. راه شوفوا المشاهدين، دوك الناس اللي كيتزوجوا ولادهم وكيقولوا لك لا علاش يحزل، ما بغيتوش يحزل، ما يمشيش يخرج من دارهم. لا بالعكس كنقولوا اللهم العزيز، لا ويبقى يعني تبقى العائله هكا، تبقى العلاقه زوينه، زوينه يجيو عندك تمشي عندهم بالضحك وباللعب. حيت شوفوا هادشي كاع اللي وقع ليا لولدي وداكشي، كنقول حنا راه داكشي راه ضروري جانبي العمل، يعني ما كاين حتى شي عائله ما عايشه بلا مشاكل، حتى شي عائله ما غاديش تعيش بلا مشاكل بلا هذا. غير هو بنادم خصو يخدم هذا العقل ديالو، فهمتي؟ الا كان شي واحد عقله صغير ومبرهش ولا هذا، ما يديرش فيه الانسان راسو، خلوه يهبش ويحفر ويدير تيعي على خاطره. الا كاع ما عيا غايعي الزمان، غادي يكبر، غادي يمرض، غادي راه الدنيا هادي، راه بنادم راه لا اله الا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني بنادم قال لك ناري بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفتوا التليفون طار ودار. ما تنخلي هاد اللقطه من هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا السلام الحسن. اش كنت كنقول؟ اي قلت لكم زعما كاين راه الدنيا هادي، راه حتى واحد ما غادي يعيش بلا مشاكل هذا، غير هو خص بنادم يعرف كيفاش يمشي مع دوك المشاكل، كيفاش يخدم عقله مع دوك المشاكل، كيفاش حتى انا طراو لي مشاكل هما، يعني وفاش غنمشي لذاك الانسان وغندير ما عرفت شنو ما عرفت شنو غندير، ولكن الا كنخدم هذا وخا سمعت كندير ها ما سمعت والو، كنخدم هذا راه ماشي انا خايفه،
انا واحد الانسانه راه كيعرفوني الناس، راني متشجعه وراني كنحسب راسي راجل ماشي مراه، وراني انا كابابل ماشي زعما كنشكر لكم راسي، واخا انا راه غير المرضى اللي حطمتني واحد شويه ولكن ما استسلمتش ليها، انا نط وقفت على رجليا، كلشي حد اخر في هذا الشيء وهاد المشاكل وطرى لي هذا الشيء غيستسلم وغادي ينعس في الفراش وغيمشي، ولكن لا انا ما غاديش نستسلم، ما غاديش نستسلم، اللي جات انا معاها. المهم كما قلت لكم بنادم يخدم معاها عقله يعرف اش حال مثلا ماما دابا ماما تتحلات ياسكتي دابا هي تتحل ما تبينينيش دابا تتحل مشاكلها ومشاكل الناس، يعني اللي عندها شي مشكل كتجي عندها تقول لها اش عندي هذا وكتعطيها الحلول وتتحل لها المشاكل قسما بالله وربي شاهد، ولكن دابا انا ما عرفتش كيفاش غتحل لي هذا المشكل. شوفوا شنو دارت رصد قصري مع الصبع هذوك اش ندير لها دركا. دابا غير قولوا لي المشاهدين دال بلا ولباس دال بلا ولباس لا ما تهرس لي المهم كامل قالتك وتقول لك دال بلا ولباس. المهم دابا عا قولوا لي باش غنحكم عليها، واش نوض نشد داك الطروفه اللي بقاو نهرسهم لها فوق راسها، واش نعطيها صرخه، واش نعاقبها بان تشري القصري؟ لا ما نغرمش ليك اختي الغرام حرام الغرام حرام الغرام. دابا هي غتبدا تهرس لي المعنى واحد بواحد وتقول لك غرامه مات الغرامه سيري جيب القصري. لا لا حيت عندك عندنا هذا كبير انتم راه عجلنا هذا المسمن ودابا ما غاديش نسالي، وانا كنقول لكم الصراحه انا ما تنكذب انا، وعرفتوا فين غيمشي هذا المسمن؟ هذا المسمن تاع الرفيسه غيمشي عند حكيمه. تحيه لحكيمه من هذا الفيديو. وحنا وحكيمه ان شاء الله ما غاديش نتفرقوا حتى الموت. انا مسخوط هادي غادي نكون مضرني انا عندكم قصه عاوتاني. المهم دابا عندنا قلت لكم هذا القصري هو اللي جبد لنا هذا الشيء كامل، هذا القصري كبير ياكو ما تنقدرش نسكي هذاك الصغيور زوين مزيوق كنسكيو فيه غير حنايا، يعني ولا كان شي واحد تزاد علينا شي جوج الناس ولا ثلاثه كنديروا هذاك الكبير. المهم هذاك مسمن انا عجناه وغادي نديروه في ميكا وندهنوا بالزيت وغادي ندي الحكيمه غطيبوا لي حيت انا غنمشي لذاك السوق فاش كنفرش ما غاديش نسالو تشهيت الرفيسه وصافي عندي لا قالت لي جيبيه لي نطيبو لك. المهم من هذا الفيديو راه حكيمه راه كطيب كدير الحلوه كدير الحلاوي كي راه قلت لكم واقيلا واحد الفيديو قلت لكم في التصوير انت لا هكا اش ويلي القباسو صافي ها شوفوا المشاهدين سبحان الله العظيم ها انتوما سبحان الله هرست لي القصري ها هو تهرس لي الفيلي. انا شوفوا نقول لكم انا راه اللي كيتعدى عليا كي القايقة انا شوف شو دايره شوف فيلي والله ما دايره شوف فيلي واحد الفيلي البيض غيتهرس اي لقى بالو 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 غادي تنضحك وما تنقدش نضحك انا نقول لكم شنو المشكل عندي ثاني. المهم كما قلت لكم غادي ندي الحكيمه غادي طيبوا لينا ندي لها البوطه والزيت وداك الشيء وطيبوا لينا صافي نخلوه نديروه في فريكو تيجي داك مول الدجاج مول الدجاج داك الدجاج داك ديال كانوا كان 400 دابا راه رخاص ولا 300 وكان كان 260 10 دراهم مارادونا اي مارادونا شنو نقول ما عرفو كان المهم ماشي مارادونا هذا ماما هذا اللي قلت لها تقول لك ما هذا هبيله على اللي قال لك شي حاجه ولد هذا نمشي من هذاك الكلام اللي قال. المهم غنمشي لهاد السويقه المهم فين كنفرش قلت لكم ما غاديش نسالي صافي نخلوه لا طيبو غنديرو في الثلاجه في الفريكو ونخلو الوقيته اللي تشهينا الرفيسه نجبدو بنهار قبل ولا نجبدو غير في الصباح وفي العشيه نديرها. المهم خصو يتجبد هو قبل باش يذوب باش يدوب المهم فورو عدو بحال هكا الا خليتو مسمن في الثلاجه عدو فوروه الا بغيتو تسقيوه رفيسه فوروه في الكسكاس ديال البرما ولا الكسكاس ديال الكوكوت هذا ما كان. المهم قلت لكم غنمشي المهم قلت لكم غادي نمشي لهاد السوق اللي غنفرش فيه التليفون هكا ها راه ما تنقدي يدي كضرني انا بقى. المهم غادي نمشي المهم خوتي غنمشي للسويقه ديال تكادير غنفرش فيها اللي كنبيع فيها وداك الشيء ونشري. المهم بديت كندير كليا الحمد لله شويه بعدا تنروجو كي قلت لكم ما يمكن نجمعوا من الدول لصالح ان شاء الله مني غيخرج صلاح اللي غنتفرغ لراسي اللي غادي نحقق شي حويجات غادي نديرهم ان شاء الله لا سهل فيهم الله ونديها في صحتي شويه ورد قطعت الدواء نعود ثاني نرجع للدواء ديالي يعني نبقى مره هذا شي دواء اخر ثاني قطعته ديال المعده وديال المصرام والله الا كنصبر في راسي باش من باش من باش نلقى ما ندي لولدي كنوفر ما ندي لولدي هاي كتحرك ثاني ها البيبي وين قاد ايه ولدي وراسي صافي ان شاء الله نتفرغ راسي ان شاء الله يا سيدي ربي الا بقينا في الحياه كنتمناو خير. المهم كنت نمشي السويقه الا لقيت غنخلي ياسمين
تما قاعده هي واحد المره كتمشي تجلس حدانا نخليها تقبل لي ونمشي انا نجيب هذاك المارادونا اللي تقول لي يدي مارادونا هذاك الدجاج الا لقيته غنجيب غنجيب شي جوج ولا ثلاثه على حسب قالوا لي داير 300 ان شاء الله نترزق والله الا سميتو ونحط جوجات نحطهم يبيضوا لينا حيت راه تقهرنا في البيضات شحال داير 30 مريال ياك ونبقى نعطيهم على الخبز هاكا يشيط صافي والاخرى نذبحها ونديرها في الفريكو نهار تجي هرفيسه نجبدها نطيبها ان شاء الله ونشاركها معكم. ايوا هذا ما كان هو كيجي زوين كاين اللي كيعيفو ولكن علاش غيعيفو راه هو الدجاج ماشي يعني ما كياكلش شي حاجه خايبه ولا شي حاجه مسمومه هو راه كيكون داخل كيكون في الكواره ماشي عايش برا ولا شي حاجه ياكل شي ميكروب ولا هذا زعما هذا ما كان. المهم حنا نطلبوا على السلامه الدوم واللي ما قتلت تسمن هذا ما كان. اشنو كنت باغا نقول ثاني شي موضوعيه على حساب السخانه السخانه. دابا المشاهدين انا بغيت نسول لكم انا راه ما عندي باش غنمشي للطبيب ومشيت للفرماسيان يعني وعييت بالكريدي ما يعني كان كريدي الدواء وداكشي انا ما دار ليا والو راني جيت غير سميت هذيك سبيشيك ديال السخانه شربتها ولكن راه والو ما غاديش يبان ليوم لا هانتوما ماشي ديك السخانه اللي كطرطق بحال هادي لا هانتوما عندي واحد المشكله هنا 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 هنا, هنا هاد اللحم هذا شفتوه مشكيت عليكم هنا طيب لي طاب ياكو ومبقاش كنقد ناكل وهنايا يعني هاد اللحم كله ديال السنان وهنا بزاف ورم وكيتنفخوا ليا كيتنفخ ليا هنايا ما عرفت واش ميكروب ما عرفت شنو وفي السخانه وتتقولوا لي اللي عرفت شي دواء ديال هاد الشيء تقولها لي الله يرحمنا ياكم الوالد وخير ديال شي عشبه شي حاجه نديرها حيت انا عييت والله تعييت راه شوفوا كي منفوخه ليا ها وشنو بغات ليليا وشوفوا ليليا تعيين انا تندوي ليليا هاني هاني ليليا ليليا هاني انت حطيتي لها الكاغط تلفتيها انا دابا كنهضر انا دابا كنهضر وهي واقفه عليا تقول لي ميو ميو زعما عطيني ناكل نمشي حالنا دايره منتي جينا شوف زوينه سيدي ربي انا نهضر وهي تهضر صافي قلت لكم اللي عرفت شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين تقولها ليا ونديرها رمي والله الا تقات ديال داك النهار فاش مشينا لا يتملوا ديت امي وزرنا مشينا زرنا الروضه ايوا صافي الدري اللي معايا ما عرفش يسوق الكروسه وكيخرج ليا الشانطه كيخرج ليا عند الطوموبيلات ما عرفش الكروسه وشديت انا وتعذبت وطابوا ليا اللي درجه درنا على الحنه الله يغفر به الذنوب الحمد لله الحمد لله على كل حال صافي درت لهم غير درت غير هذا درت غير الحنه اللي عطاتنا ديك المره انا غنعاود لكم ثاني وغنلوح لكم غنلوح لكم الفيديو في الاخر غادي تشوفوا ديال داك السبوع حنا جالسين في الشرج مع الحكيم مشيت ما فراسي كاع عند الناس جيرانهم دايرين السبوع دايره اسبوع السيده بنتها ولدات على سلامتها ومبروك عليها الزياده والله يكبرها في عزهم ولدات بنيه مبروك عليها مليهم بالخير ومبروك عليها هذا ما كان. المهم قلت لكم ومشيت عند حكيمه وكنسمعوا داك كنسمعوا داك داك الوعطره وداك الشيء فن صافي زوين وصورت لكم من الشرجم راه غادي تسمعوا شي لقطات. المهم اولاتي نقعدوا حيا وين راني عييت قلت لكم على هذا شوفوا شوفوا وجهي كي كيبان لكم انا مسلوخ انا مسلوخ لكن لا ما يبانش لا داك المشاهدين كان فرض حد والله القسم ويتملول والله القسم كون ما درنا الفيديو وكون ما كانت معايا امي وبنت يا تيقولوا بلاتي نطم برقك سمعت تقاقيب ما كاين حد يا حق ربي تيقولوا حيت ما كتبرونزاش انا في ربح والله ما بغاش يبان هذا الشيء. المهم هنا هنا هنايا ولا حمر وهنا وطراب وهنا دابا كنت انا مع كنهرب كنمسح هكا مني صافي لحقت للدار كيحرقني شو كيحرقني انا واك واش بيا نقلب هو راه حتى لقيته حتى لقيت وتا داك الزيف حرش عندي ديك ديال العبايه حرش ما غاديش يبان لكم والله بلاتي مشيت انا لهيه غنبقى ندور الدار كامله تا يبان لي الضو ديال الله المهم واحد شويه هنا هنا تسلخ لي انا هنا وهنا هي هاد الجبهه صافي تسلخت بالشمس وهي طرطق لي هاد السخانه ايوا الحمد لله على كل حال. اش كاينه منتي اش كاين اش كاين انا من زيه انا من زيه تزري انا من زيه تزري اش بيتي ليليا ليليا اش بيتي اشنو اش بات ليليا ليليا اش بات وسعدي انا فرحي بالبنات وغادي نلوح لكم فيديو ديال ليليا شدتها سيليا كتغضعها
سبحان الله العظيم حنات فيها، ولات كترضعها وفرحت انا والله الا فرحت ملي ولات كترضعها والله. والمهم راه غادي ندير لكم وصفات ان شاء الله، يعني بلاتي تنوجد داكشي ديالهم غير وصفات غير بساط، غير كاين اللي غيكون عنده كلشي داكشي في الدار، كلشي غيكون عنده في الدار، داكشي بسيط وهذا والنتيجه مضمونه 100%. ندير لكم وصفات ديال اليدين والرجلين، ديال التصبغات، ديال الشمش، ديال داك ديال الكلاف، ديال وكاين شي سميتهم ديال الشعر. وعلى ذكر الشعر غتشوفوني شوفوا الزيف كيفاش داير كيبان لكم، راه ماشي موسخ. دابا هذوك الناس اللي داروا الاسبوع صيفطوا للحكيمه شويه ديال الحنه والعشوب ديال الشعر والسواك ودرتهم معاهم هانتوما شفتوا العشوبه. شوف شوف كيردوا لي شعري وما عرفتش فيهم الحنه ولا ما فيهمش. المشكل انا كندير سميتو كندير ليميش، ما خاصنيش ندير العشوب فيهم الحنه. وفي الله انا غندوش دابا نغسلو. المهم مني غنبي ندير العشوب ديال الشهر وغنشاركو معكم. غندير ماما ليميش باش تخرجي على شعرك طيب. هو صافي. المهم غادي ندير غنشارك معكم الوصفات تاع الشعر ديال هذا ديال الوجه ديال الرجلين ديال المناطق الحساسه ولا شي يقولوا ليهم ديال كلشي دوك البلايص الكحلين عندي ليهم الوصفات ان شاء الله يا ربي. غير دعيو معايا الله يجيب الرزق باش ناخذ داكشي دوك البرودويات ونشاركهم معاكم. يسحب لي الفيديو واقف كنشوف في الساعه ان شاء الله يا ربي. نتمنى نكون ما نسيت حاجه. اي صافي. المهم درت غير فلوق خفيف تاع الدار، بغيت نجمع معاكم شويه ما كاين حتى حاجه، غنجمع مع المشاهدين ديالي مابقاش غابر عليهم تاني بزاف والله. واخا المشاهده طايحه ليا ولكن ماشي مشكل ان شاء الله الله يدير تاول تاع الخير. كنطلبكم وكنقول لكم يعني بارطاجيو ليا الا جات على خاطركم. الله يرحم لكم الوالدين، ما غتخسروا والو غير فاش تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. حتى اللي ما بغات تفرج كنقولها لكم وتنعاودها، اللي ما بغات كاع تفرج ما عندها الخاطر ولا ما مسالياش ولا هذا، تخدم الفيديو في التليفون وتخليه وتمشي تسالي شغلها حتى الاخر. دير ليا لايك ولا شي كومونتير زوين الا جات على خاطركم. الله يسهل عليكم والله، الله يسهل عليكم والله. انا ما زعما شنو نقول لكم، انا واحد الانسانه قانعه بداكشي اللي عطاني سيدي ربي، يعني كنتسنى يعني ماشي شي وحده كنقول بغات توصل دغيا، بغات داكشي كلشي يحضر دغيا، بغات كلشي يتقاد ليها دغيا في يعني في بالزربه. لا لا كيقولوا درجه درجه الا بغيتي توصل. سير اخويا بالمهل يعني، واللي مكتب عليه سيدي ربي شي حاجه راه غيشوفها. راه كاينين الناس راه طالعوا طالعوا القنوات ديالهم، حتى كاين داك النوع عاوتاني اللي كاين عاوتاني القنوات تاع كيطلعوا كيضربوا ليهم شي حاجه تتهبط على حساب شي يعني بحال هذا. المهم حنا ما نهضروا على حتى شي حد، الله يعاونهم الله يسهل على كل شيء. اللي بغى شي حاجه واللي نوى شي حاجه زوينه ونيته زينه الله يكمل ليه، الله يوصل بنادم في داكشي اللي بغى، وبنادم يطلبها الصحه والسلامه في الدنيا وطول العمر. اش باغا تقولي انتيا؟ قلت لكم كاين اللي حتى كاع يعني شوفوا زعما كنقول لكم انا مثلا كاين اللي كتطلع تتشرط حتى طاحت ليه القناه، كاين اللي داوها ليه، كاين اللي الله يحفظ ما عرفت شنو كاع كيطرى يعني ما مكتبش ليه، اللي ما مكتبش ليه شي حاجه ما غايشوفهاش. راه واخا تقاتل 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 تيعيا الا ما مكتبش ليك ربي الحاجه راه ما غاديش تشوفها. داكشي اللي كاين الحمد لله حنا قانعين. كاين واحد النوع ما كي بحال دابا هما ما فحالهمش ولكن كيشوفوا شي حاجه كبار منهم، يعني كيشوف شي حاجه فوق السطاع ديالهم، كيشوف شي حاجه بغى يعيش شي عيشه ما ديالوش، ما راضيش بديك العيشه عايشها وكيبي يدير شي حاجه كيصدق دير شي كارثه. كي كنقولوا حنا كي كنقولوا حنا اللي مرضى بخبزها لا قال لك اللي مرضى بخبزها ما عاد كيقولوا ما غير حتى بنصها، ما عاد كي اللي مرضى بخبزها غادي يرضى بنصها. زعما ما رضاش بخبزه يعني صافي مشى ليه كلشي، غتبقى يبقى غنصها راه لاباس عليه ملي بقى ليه ديك نصها. بنادم يقنع والله راه الدنيا راه فايته، راه ما يشوفش بنادم الفوق يقول لك نعيش عيشه مستحيله ولا شي عيشه ماشي ديالو شي حاجه. الله اللي مكتب لك الله هو اللي غادي تشوف. هادشي اللي تنقول انا هو الحمد لله على كل حال. صافي ياك ما نسيت والو، هادشي علاش بغيت نهضروا. اي وسميت واحد السيده داير واحد القناه كتبيع حوايج ما كتبانش هي، كتبيع حوايج كاينه في كازا. المهم وانا قالت لي حطي يعني نحط ليها الفيديو هنا، راني ما عرفتش
راه قسما بالله انا بغيت نقولها لها في واتساب واخا تعاد تقول هذه راه يعني هي قالت لك ما قدرتش نقولها لها ما قدرتش نواجهها. المهم دايره حاطه سميتو راه غنحط لكم في الاخر ديال الفيديو داك السميه ديال القناه ديالها. والله ما هذا اشهار ولا شاده شي فلوس ولا قسما بالله. وهاد العواشر بغيت ربي ما يكمل عليا الا غير قالت لي ديري حطي لي الفيديو كامل في القناه. انا ما نعرفش ما غاديش نعرف كيفاش غنحط. خفت من دوك تصاور وداك الشيء اللي وقع لي شي مشكل ولا شي حاجه في القناه ديالي نقول لها من هذا الفيديو سمحي لي انا غنحط القناه ديالك هنايا ونطلب الناس اللي عندي واللي متبعين وداك الشيء يدخلوا لعندك ويشوفوا دوك الحويجات وداك الشيء زوين ورخيص ثمن مناسب وكل شيء داك الشيء زوين ماشي زعما هذا كي كنقولوا نفاق ولا غير ما عاد كي تيقولوا لي ما عاد كيقولوا لي غير كن ما عاد كي تيقولوا لي يا اختي جميل قلت لك ماشي مجامله هذا ماشي مجامله زعما ولا غير بغيت نكذب. والله الا داكشي اللي كتحط هي زوين غير الارجف الله ما عندي فلوس كنبغي شحال من حاجه نكومونديها من عندها وما عنديش نكذب عليكم. ماشي زعما كنقول انا هكا باش هي تحن فيا وتصيفط ليا ولا باش انا يحنوا فيا الناس يصيفطوا لي. انا راه شوفوا راه داكشي اللي مقسموا لي سيدي ربي راه غنشوفوا ما عنديش وما خصنيش الحمد لله وما بغيتش وما كرهناش حنا لا بغي يصيفط لنا شي حد شي حاجه ولا بغي يعطيني شي حاجه ولا هذا نولي بحال كنطلبوا ياكي لا اسمي دارت لا لا ماشي زعما ما تحسبوهاش بان هذه راه طلبه ولا هذه راه ما عرفتش كنقولوا مجامله ولا هذه باش بنادم يحن ولا يصيفط ليا ولا هذا. شوف كل واحد راه كيعيش برزقه. انا ما نكذب عمر انا شي حد ما صيفط ليا شي حاجه ولا عطوا ليا الفلوس ولا شي حاجه ما نكذبوا نتمنوا خير منا القدام راه حيت راه دوك الصاقعين ما خلاوش لينا مازال ما خلاوش بنادم يطيق. دوك الناس النصابه ودوك الناس الكذابه ودوك الناس هذا راه ما بقاوش خلاو بنادم يطيق تيديروا. وحنا الحمد لله ما عندناش وما خصناش هادشي اللي كاين والله يهدي بنادم هذا ما كان. المهم انا غنحط لكم الصوره ديال القناه ديالها هنايا هنا فين غنحطها لكم ودخلوا عندها وشوفوا دوك الحويجات داكشي واللي بغى يتواصل معاها هذا اللي بغى يتواصل معاها يقولها لها في كومونتير هي وراه ديك الساعه هي اللي بتعطيها النمره راه تصيفط لكم النمره وتواصلوا معايا بطبيعه الحال هي راه كتبيع وتشري راه غادي تواصلوا معها بالنمره ديالها غتعطيكم النمره ضروري ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى الخير والله ما كرهنا نتعاونوا مع بنادم حتى حنا ويعاونونا ونعاونوهم حتى بنادم يوصل يعني شي يتعاون مع شي تال عند مول شي والله ما كرهنا. ولكن انا راه نقول لها من هذا الفيديو انا ما تنعرفش لهذا الشيء وما باغاش نعطي تليفوني لشي حد اللي غيضحك عليا ويدي ليا هذا الشيء ولا يدي ليا قناتي ولا يخربق ليا شي حاجه ولا هذا يعني الثقه ما بقاتش. راكي عارفه راكي عارفه اختي بلا ما نذكر سميتك حتى نحط لهم الفيديو وراني كانت دارت بيا شحال من مره ماشي زعما جوج وصافي تضعرت. وهذا الشيء اللي كنقول الله يكتب الله يكتب علينا مكاتب الخير والله يبعد علينا شر الخلق كاع لينا ولينا شي حاجه خايبه كنقول اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ياك اللهم اجعل كيدهم في نحرهم اللهم اجعل كيدهم في نحرهم لان الناس كيهبشوا علينا وباغين لينا المشاكل وباغين لينا السيئات وباغي يديروا لنا ما عرفتش شنو باغي يسيئوا لنا كما تيقولوا. ولكن حنا خليناهم لله ما كاين ما احسن من سيدي ربي. هاد الشيء اللي غادي نقولو وصافي وانا رانا نبقى هكا قلبي صافي والله من ادي بنادم اللي كنخليه المولى كنصلي وكندعي والله ماشي نقول لكم حنا ملاك ولا معصومين من الاخطاء كنخطئوا ولكن ماشي حتى لديك الدرجه باش كيخطئوا فينا الناس والحمد لله على كل حال الحمد لله. يلا سيروا على الله سيروا على الله انا غنمشي راكم شفتوا راه هذوك المعاناه اللي دازوا عليا في داك الفيديو هذا اللي قبل هذا اللي لحقت قبل هذا الفيديو وما صورتش لكم راه عرفتوا ما صورتش لكم شي معاناه دازوا شي تكرفيس شي ماشي زعما انا ما بغيتش نصور صافي تعصبت وياسمين الشمس كتصور وكذا وقلت لها صافي زيدي دابزي مع داك الحمار خصنا غير انت نوصلوا صافي هذا الشيء اللي كاين ما كون صورت لكم داك الشيء راه علي تشوفوا العذاب. الحمد لله الله يغفر به الذنوب حنا غاديين مع الدنيا معايشين معاها حتى يحم سيدي ربي. هذا ما كان اني بغيت نقول لكم يا ربي ما ننسى والو راني كنت باغي نقول لكم شي حاجه واقيلا نسيتها هذا ما كان لا نسيت شي حاجه غندير عاود ثاني فيديو نلوحها لكم في الاخر ندير فيديو صغير ونلوحها لكم في الاخر. يلا خلوني نمشي ندوش ونغسل هاد جوج زغبات اللي بقاو لما يطيحهم لي الحنه شكون البارح وهي فيهم من البارح والله الا مشاو عاد كاينه واحد الدهنه خطيره ديال الصلع داك بات بدات تنصحني بالدهاني ديال الصلع زعما راني صلاعي صافي فاولت عليا لا لا طوا لا طاح كاع اش غندير به واش انا صافي دوزت اللي عطى الله الله يلاه نتوما جوج زغبات اللي بقاو يجعل البركه دوزنا حقنا الحمد لله وان شاء الله لو ولينا لاباس علينا راه الشعر راه كيتباع ماشي بلاصه غنتحير به
الله عطاه صافي الحمد لله والله الا قاعد عنده وزناه ماشي ما بقى فينا الحال. الشهر كان كيضرب لي انا رتال تحت القصع ظهري تقرب الركابيه قسما بالله هكا كان يدي البرد ويجيبو دار دوزناه والله والحمد لله ما بقاش فينا الحال. قال لك اللي دوز حقه كلش على كلش على اكاجو اكاجو هو كان عندي مش بحال الاحمر اصلي الاصل ديالو هذا ما كان. يلا بسلامه عليكم عبد الرحيم خويا كيصوني السلام عليكم عبد الرحيم خويا كيصوني طلع لما نسبوع من الشرجم صيفطوا لينا الحنة درنا الحنة درنا ديك العشب ديال الشهر هاهو فين كاين هنا هنا سبحان الله شوف حنت فيها هاد المشة هادي راه ماشي بنت هادي ها هي بنتها هادي بنت هادي وهادي غير جبناها وحنت فيها كانت في الاول كتغوت عليها ما كت ما تخليهاش تقرب لها زعما ودابا هي حنت فيها خلاتها كترتاح سبحان الله سيليا حنيتي فيها منتي حنيتي فيها حبيبة تعطيها ترضع من هي زوينه خليها ترضع خليها عفا منتي خليها ترضع عفا حبيبه سبحان الله هي اللي خلاتها ترضع في الاول كانت كتضربها ما كتخليهاش ليليا لقيتي ماماك الثانيه ساعدي 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 والله الا فرحت حق الله فرحت مني خلاتها ترضع مسكينه حنا مرة كندير لها الحليب ديالها ها هو شوف ديما كنخولها الحليب في هاد الطويصه ديالها وكتشرب غير شويه ولكن هي باقه باغا ترضع غير ما بغيتش نخليهم يتكرفسوا مع ما خمسه باش نخليهم يتكرفسوا تما غيخرجوا للسنقا يتشردوا جبت انا هادي وجبت لواحد صاحبتي جبت لها ثاني خو هادي نيت شوفوا كون كانوا والله المشاهدين كون كان دابا كل واحد كل انسان دابا يجيب مش ولا جوج يربيه ما غاديش يبقاو دوك مشاش مشردين في الزنقه وداكشي ويتهلا فيه راه فيهم اجر كبير عند الله ما غاديش يبقاو مشردين في الزنقه كيبقاو فيا والله ايوا واش عادي انا بالحبيب ولا تتلدع عادي شتو انتو حنا حنسي ضرب سبحان الله